نعم، قبل قليل كانت هناك رشفة صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية على البلدات القريبة والمستوطنات القريبة من قطاع غزة. الآن أنا أتواجد في مركز جباليا الطبي، وهي النقطة الطبية الوحيدة الآن في شمال قطاع غزة، تم تجهيزها قبل نحو 3 أيام. الآن ما زالت هذه النقطة الطبية هي تستقبل جرحى لحتى هذه اللحظة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة، ما يقرب على مدار ال 24 ساعة الماضية ذلك ما يقرب من 200 شهيد في شمال قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة. الآن سيارات الإسعاف تأتي وتتحرك في شوارع في جباليا وفي مخيم جباليا. المستهدفات والغارات الإسرائيلية هي متواصلة حتى هذه اللحظة، هي لم تسكت على مدار الساعات الماضية. ارتكبت طائرات الاحتلال جرائم ومذابح في تحديدا في جباليا وفي مخيم جباليا الليلة الماضية وفجر اليوم بحق عائلات فلسطينية. عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت حكام البيوت التي تم استهدافها، لا تستطيع أقوم الدفاع المدني من انتشار تلك الجثمان جثث الشهداء بسبب نقص المعدات في هذا الجهاز الذي تم تدمير جزء كبير جدا من إمكانياته ومعداته بسبب الاستهدافات المباشرة له من قبل الاحتلال وطائرات الاحتلال الإسرائيلي. هناك ما يقرب من 17 عنصر من الدفاع المدني استشهد خلال هذه الحرب، وكذلك في شمال قطاع غزة تم تدمير ما يقرب من 7 مركبات لجهاز الدفاع المدني بسبب الصواريخ الإسرائيلية التي استهدف بها هذا الجهاز. وهذا هو تعقيد للعمل العام والخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني في شمال قطاع غزة. العائلات التي استهدفت خلال الليلة الماضية وساعات المساء الأمس، عائلة الأخرة وعائلة طنبورة وعائلة أبو ورزة وعائلة أبو شقيان وعائلة ظاهر وعائلة خلة، هذه العائلات استهدفت وهي في منازلها، آمنة في منازلها، تم استهدافها بطائرات حربية إسرائيلية بشكل مباشر. القذائف الإسرائيلية لا تفرق بين مواطن مدني وبين مقاوم وبين صحفي وبين ممرض وبين حكيم وبين طبيب وبين دفاع مدني وبين سيارة إسعاف، يتستهدف الجميع تلك القذائف التي تطلق على شمال قطاع غزة تحديدا في المناطق الآن هي مناطق في مخيم جباليا وفي جباليا البلد وجباليا النزلة. هذه الاستهدافات كما قلت لكم هي ما زالت هي متواصلة، هي لم تسكت، كل لحظة يصل جرحى للنقطة الطبية في جباليا وهو مركز الطبي في جباليا البلد. هو الآن طبعا هو الآن هو النقطة الطبية الوحيدة فيما تم توقف. طيب عماد سعود إلى هذه النقطة الطبية الوحيدة كما ذكرت، لكن كنت أتحدث عن عمل فرق الدفاع المدني، هل هناك، هل ما زالت قادرة حتى لا يعني إن كان لا يوجد لديها هذه الإمكانيات، هل ما زالت قادرة على العمل، وأيضا هل تصل إلى يعني البيوت التي يتم استهدافها؟ هي لا تستطيع الوصول لكل المنازل وكل البيوت التي يتم استهدافها، وأيضا هو لم يتبقى للدفاع المدني إلا سيارة واحدة فقط هي التي موجودة في شمال قطاع غزة، وهي لا تستطيع الوصول لكل الأماكن التي يتم استهدافها، وأيضا لا يوجد لديها المعدات الكافية. جهاز الدفاع المدني قبل الحرب كانت إمكانياته ضعيفة جدا، فما بالك أثناء الحرب، في هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة وحالة التدمير التي أصابت الكثير من معدات الدفاع المدني، نعم. وأيضا عدد من أطقمه الذين استشهدوا وجرحوا جراء الغارات الإسرائيلية. بالتالي جهاز الدفاع المدني هو في حالة شلل كامل ولا يستطيع تقديم خدماته
طيب. في ظل هذه الأمور الصعبة. مراكز الإيواء هل ما زالت محاصرة وهل ما زال القناصة ينتشرون في كل الأماكن ولا يعني يمنعون أي أحد من التحرك عماد؟ نعم بكل تأكيد هنالك أماكن الإيواء في مدارة الأنروا في مشروع بتلايا وبتلايا في المناطق القريبة من المنطقة الغربية أيضا في غرب جباليا. هذه مدارس الأنروا هي الآن هي محاصرة لا يستطيع أحد الوصول إليها لتواجد الآليات العسكرية والانتشار القناصة الإسرائيليين وأيضا تغطية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الآن يوجد الآلاف من المواطنين هم محاصرون في هذه المدارس التي كانت هي مدارس الإيواء ونجحوا إليها ولكن الآن هم محاصرون في تلك المدارس. طيب مركز جباليا الطبي هذه النقطة الوحيدة التي يعني ذكرتها قبل قليل، كيف تتعامل مع هذه الأعداد؟ ما المتوفر لديها؟ يعني اشرح لنا الصورة أكثر الوضع. نعم ماذا هو هذا المركز جباليا الطبي؟ هو نقطة طبية الآن أعدت قبل أيام حتى تقدم الخدمات الأولية الرعاية الأولية فقط للجرحى الذين يصلوا له، لا يستطيع تقديم أي خدمات أخرى، لا يستطيع تنفيذ أي من العمليات الجراحية بكافة التخصصات لأنه لا يوجد لديه غرف عمليات ولا يوجد معدات كاملة ولا يوجد أيضا كادر كامل، كادر طبي كامل. هذه هي فقط نقطة أولية تقدم الرعاية الأولية للجريح الذي يصل إلى هذه النقطة، ومن ثم ربما إذا كان توفرت الإمكانيات أن يتم تحويله إلى مستشفى المعمداني لتنفيذ عمليات له في مستشفى المعمداني. شمال قطاع غزة هو في حالة شلل كامل في العمل الطبي ولا يوجد مستشفيات. هذه النقطة الوحيدة هي الآن هي تستقبل الجرحى لتقديم الخدمات الطبية الأولية فقط، الرعاية الأولية للجرحى الفلسطينيين. في رسالة سابقة قلت لكم أن العديد من الجرحى استشهدوا لعدم توفر الإمكانيات الطبية سواء في المركز أو سواء في مناطق أخرى في شمال قطاع غزة لعدم استطاعة يعني معالجة هؤلاء الجرحى. أشكرك جزيل الشكر عماد زقود صحفي من شمال غزة وكان يرصد لنا الأوضاع هناك واستمرار هذا القصف واستهداف للمنازل المدنيين والحديث عن شهداء.